السلام عليكم. هذه الحصة مخصصة للتعريف بمادة أساسية في تكوين السمع البصري والمتعلقة بتكنيك إيلونغاج أوديو فيزويل، أي التقنية واللغة المستعملتان في ميدان السمع البصري. الحصة الإجمالية لهذه المادة تتجلى في 60 ساعة، وهي موجهة أساسا لطلبة السنة الأولى، والغرض منها هو الاستئناس بالمصطلحات والتقنيات التي سيمارسها من بعد هذا الطالب. أول ما نقوم به وهو التعريف بحجم اللقطات أو ما يسمى بلاشيل ديبلو. هذه اللقطات أي الطريقة التي سيصور من خلالها أو بها هذا الطالب مستعملا الكاميرا، وكيف سيصور هذا الشخص مثلا، من اللقطة البعيدة، لقطة متوسطة أو لقطة قريبة كما هو شائع في الأفلام. إذن تلقين حجم اللقطات هو من الدروس الأولى التي يتلقنها هذا الطالب. هذا الطالب سيعرف، لا بد أن يعرف بأن السمع البصري يعتمد على الصورة، هذه الصورة التي يبدعها المخرج وهي موجهة أساسا إلى مشاهد. إذن هذا الثلاثي هذا يجب محاصرته، يجب أن تحدد العلاقة ما بين هذا الثلاثي، ولابد من يكون هذا الطالب عنده إلمام بأنه مبدع وعنده واحد شخص أو جمهور توجه له هذا الخطاب. نوعية هذا الخطاب هي عنصر أساسي في تدريس ديال هذه المادة. نلقن الطالب كذلك حركات التي يمكن أن تقوم بها الكاميرا، فالكاميرا تتحرك، ولكن لابد أن نعرف ماهية هذه الحركة. فالأمور ليست باعتباطية بأنه كاين هدف، كاين موضوع يجب إيصاله إلى جمهور، أي ما هي أنجع الطرق لتوصيل هذا الخطاب. وهنا تستعمل التقنية بطريقة ذكية. نعرف كذلك بأن هناك زوايا لا بد لأخذها بعين الاعتبار، هذه الزوايا لا بد أن تخدم الموضوع. فنلاحظ مثلا هنا هذا الشخص اليمين يمارس سلطة معنوية على الشخص اليسار، ولا بد من تحديد موقع الكاميرا لدعم هذا المفهوم وهذه الفكرة، أي الأمور كما قلت سابقا ليست باعتباطية. هناك كذلك عمق المجال، لابد من دراسة عمق المجال، كي أنه هناك بعض الحالات نعاين حدثين متوازيين، ويجب أن نضع الكاميرا في مكان معين لبلورة هذا الخطاب. هناك عنصر أساسي يجب التطرق إليه وهو المونتاج، بحيث أنه المونتاج هو قراءة أخرى، ويجب الإلمام بهذه التقنية التي يمكن أن تزيد من قيمة الفيلم، بدءا من تاريخ المونتاج الذي هذه النظرية التي ظهرت في العشرينيات في الاتحاد السوفيتي، وهناك تجربة رائدة لمخرج اسمه ليف بوليتشوف، وهناك الآن الجميع يستأنس بهذا المفعول الذي يسمى بليفي كوليتشوف أو مفعول كوليتشوف. نعطي للطالب ما هي التجربة الأساسية التي قام بها هذا المخرج لوف كوليتشوف لكي تصبح نظريته سارية المفعول إلى يومنا هذا. كذلك استعمال ديال الصوت البرويتاج في السينما لا يبدا، ما يمكنش يكون اعتباطي، بأنه لا بد أن يخدم القصة، يخدم الموضوع، يخدم الشخصيات. فهناك تقنيات معينة على الأقل على المستوى النظري لإعطائه بعدا أساسيا. هناك كذلك الديكور، الجميع يعرف بأن الديكور هو مكون للشريط. نعطي لمحة عامة حول تاريخ الديكور، وهي ما هي الأصناف التي تستعمل في الديكور، لأن الديكور هو أشكال وأصناف، ولا بد للطالب أن يكون له إلمام بكل هذه العناصر.
والجميع يعرف بأن الديكور هو يتطلب مجهود، يتطلب إمكانيات، يتطلب زمان. وكما نشاهد الديكور في بعض الحالات تظهر لنا أحداث وكأنها تجرى في مدينة، والأمر ليس بصحيح، بحيث أنك يتم تشييد ديكورات خاصة بالأفلام كما تشاهدون على الصورة. الملابس لها دور أساسي في تكوين الشخصيات وفي تكوين الأنماط، تحديد الأنماط السينمائية كذلك. وأنتم تعرفون بأن بعض الشخصيات يرمز إليها وتحدد هويتها من خلال الملابس، كما هو الحال مثلا سبايدر مان. فسبايدر مان نعرف بأنه شخصية تحمل لباسا معينا، بهذه الطريقة أو من خلال اللباس تحدد هوية الشخص. هناك كذلك عنصر أساسي لابد من الطلبة أن يكون عندهم إلمام به، وهو كيف تستعمل الإنارة، كيف استعملت الإنارة مثلا في ألمانيا، كيف انتقلت وانتقل واحد النوع من الإنارة إلى الولايات المتحدة حتى استفادت هوليود منه. وكذلك يجب الإنارة تخدم كذلك شخصيات، تخدم المجال، تخدم واحد مواضيع ووقائع معينة. نحن نعرف كذلك بأن الكادراج هو مبدأ أساسية وهو عنصر أساسي، لأنه كما تعرفون الكادراج هو نوع من هو يشبه مثلا اللوحة. فالكادراج واللوحة هما عنصرين أساسيين، الرسام يحدد الإطار الذي سيرسم فيه، وكذلك المخرج أو المصور يحدد المجال الذي سيصوره وهو الكادراج. والموسيقى هي أيضا قيمة إضافية بالنسبة للفيلم، كيف يتم توظيفها، كيف ظهرت أهمية الموسيقى عبر تطور السينما، هذه العناصر لابد من يكون هذا الطالب عنده إلمام بها. هناك كذلك توظيف الألوان، فالألوان نحن نعرف الألوان من ناحية من على مستوى الديكور، على مستوى الملابس حاضرة بقوة في الفيلم، فكيف تستعمل هذه الألوان؟ هناك بعض المخرجين مثلا في بلدان معروفة لها تاريخ وباع طويل في السينما تستعمل الألوان بدقة وترمز إلى شيء معين، كما هو الحال مثلا في فيلم ران لأكيرا كوروساوا، وتشاهد الألوان زاهية وكل لون له دلالة في هذا الشريط ومرتبط بالشخصية التي تحدد. ومن المواد ومن عناصر التي لا يجب أن ندرسها لهذا نلقنها لهذا الطالب هو تسيير الممثلين، لأن هنا نحدد الفرق ما بين تسيير الممثل على مستوى المسرح والتسيير الممثل على مستوى السينما. فلا بد أن يكون للطالب بإلمام بجميع هذه الحيثيات. هذه المادة هي مادة أساسية، وهي الغرض منها أساسا وهو خدمة الموضوع، أشنا هي الطريقة الأنجع والأدق لخدمة الموضوع معين حتى لا تتم الأمور اعتباطيا. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.